تعديلات قانون الشراء العقاري تمهيداً أن العقار يصبح ذو فائدة اقتصادية هامة. الناس كلها برة التي تملك عقار هي في واقع الأمر تملك مال. في مصر كان لغاية قريب من يملك عقار يملك هماً، يملك مشكلة، يملك حاجة مضطر إنه يشوف لها حل، ومضطر إنه هو كمان يدفع ثمنها كله مرة واحدة، ومفيش ليها تمويل عقاري، ومفيش فيها إعادة تمويل. كل هذه الأشياء اللي بيجرى هذه الأيام تمهيداً إنه الثروة العقارية يكون ليها يعني قيمة كبيرة. وإحنا بنتكلم عن الشهر العقاري، فالمسألة هو إشهار العقار أصلاً قايم على هذه. هل مؤسسة الشهر العقاري تستطيع أن تواجه كل بقى الحاجات اللي هتيجي كمان شهر، كل الناس اللي عايزة تسجل، تجيب ورق، تسحب ورق، كل هذه الأشياء؟ بإذن الله. أنا أطمن سيادتك، الحقيقة السيد دولة رئيس مجلس الوزراء تفضل مشكوراً بتاريخ 28/4 ونقل لنا 405 موظف، وده خبر طبعا كويس جدا. ده حاجه عظيمه، كويس جدا. الشهر العقاري محتاج موظفين فعلا. اكيد يا فندم، اكيد. ووزاره التخطيط تفضلت مشكوره، وفرت لنا 1800 مدخل بيانات، واحنا دلوقتي عشان الميكانه بقى بالظبط يا فندم، عشان الميكانه، وعشان زي ما قلت لحضرتك كده ان احنا معتمدين على العنصر البشري في ايه، في ان انا ما يجي لي المواطن معاه النموذج بعد ما يشتريه من عندي ويملاه، هيقدمه، بقول لسيادتك هيتسجل عده بيانات. ايه هي البيانات اللي هتسجل؟ هيتسجل رقم البطاقة بتاعته ورقم الهاتف اللي هيتم التواصل عليه، وهيدي للمواطن إيصال رسمي إن هو سلم ورق برقم قيد كذا بس. وإيه ضمان ال 37 يوم دول؟ بص يا فندم، الحقيقة معالي الوزير عمل لقاءات متعددة جدا وساعات طويلة جدا مع مصلحة الشرع العقاري في هذا الشأن، لأن زي ما سعادتك حددت تحديدا. هو معالي الوزير أول ما مسك هذه الوزارة قال في حاجتين محتاج يطورهم، الشهر العقاري على رأسهم والشهر العقاري. بالظبط، انا فاكر المداخله بتاعته. بالظبط يا فندم، فهي القصه كلها في ايه، هو ابتدى يدقق في كل اجراء من اجراءات الشهر. انتوا بتعملوا دوت ازاي؟ طب بتاخد وقت قد ايه؟ طب دوت ممكن تعمله ازاي؟ طب ده انت لازم كل الحاجات تنتقل فيها المعاينه، ولا هي حاجات معينه فقط اللي تحقيق قواعد؟ ابتدى يحسب مع مصلحه الشهر العقاري ومع الجهات المختصه في وزاره العدل لغايه لما حددنا ال 37 يوم دول. فهو ال 37 يوم ده يا فندم ده الحد الاقصى اللي هيتم فيه تسجيل الملكيه العقاريه بدءا من تاريخ نفاذ القانون. يعني احنا سيادتك ان شاء الله الاسبوع الثاني من الشهر القادم نبتدي نشوف عدد الطلبات اللي قدمت ونشوف ان هي اتسجلت. انما هل انتم محددين اماكن معينه لهذا الامر؟ بص يا فندم، احنا عندنا تحديدا عشان دي سعادتك ارقام بقى، عندنا 213 ماموريه على مستوى الجمهوريه و28 مكتب يرأس هذه المأموريات. يعني عندي مثلا في محافظات زي القاهرة مثلا فيها مكاتب كثيرة جدا، فليها مكتبين، ليها مكتب في شمال القاهرة ومكتب في جنوب القاهرة، ماشي يا فندم؟ فالمكاتب دي منتشرة على مستوى مصر. سيادتك بتروح مكتب الشهر العقاري التابع للعقار محل التسجيل، وبتسحب هذا النموذج وبتملاه وبتجيل. يعني لو في المهندسين اروح سجل الشهر العقاري التابع بتاع العجوزة مثلا، فاهمني حضرتك؟ تروح تسحب الطلب وتملى بياناته وتروح تقدمه لي، وخلال 37 يوم هنبعت لحضرتك اول حاجه، خلال 24 ساعه هنبعت لحضرتك رساله نصيه نقول لحضرتك طلبك ده قبل او طلبك ده فيه طلب سابق عليه، وبالتالي مش هيعرف نفحصه غير لما نخلص الطلب الاولاني، او ان طلبك دوت قبل وقيد الدراسه. وبعد كده ابعت لسيادتك اقول مثلا لو انت في واقعة ماديه اقول لك ان احنا هننشر في الجريده الرسميه، واقول لحضرتك ان احنا هنعمل معاينه التاريخ كذا، وبعد كده هوت انزل اعمل معاينه على الطبيعه، وبعد كده اخد اجراءاتي، وخلال 37 يوم ادعو حضرتك اقول لك تعالى اتفضل، تعالى يوم كذا الساعه كذا عشان تستلم العقد بتاعك المسجل. والنشر ده على حسابك برضو؟ النشر كله يا فندم، شامل كل ال 3900. بالظبط يا فندم، بالظبط.